واضح النتيجه ان تتدارس والمجلس يتداول، وهذه نقطه تدارستها اللجنه وفصلت فيها واوصت بالمصادقه عليها. تخدم الفريق للعداله والتنميه في شخصكم بطلب تاجيلها. استجابه لهذا الطلب اجلنا هذه النقطه للتداول فيها في هذه الجلسه، ماشي لتدارسها. اللجنه سيده نفسها واجتمعت واوصت بمصادقه، وكان المفروض ان نتداولوا فيها في الجلسه. انتم طلبتوا هذا التاجيل، استجبنا له، وكان عندكم الشكر لنا، وانتم شكرتوا الاستجابه لهذا الطلب هذا، رغم انكم شكرتوا الاستجابه لهذا الطلب، والطلب ديال التاجيل ديال النقطه ديال الجمعيات، ربما ما كانش مطلب ديالكم، ماشي مشكل. فيما يرتبط بالمنطقة ديال التفويت، المنطقة ديال التفويت جوج امور. المسألة الأولى هو القطع مع الانتقائية اللي كتهمنا بها باطلا. وراك مثلا كنا في واحد الدورة سابقة صادق المجلس على تفويت واحد 964 متر مربع في عين الشكر، وكان ذلك استجابة لملتمس ديال المقاطعة ديال عين الشكر اللي توصلنا برسالة فيها موقع السي عبد الملك بحيد. كان ملتمس ديال عين الشكر اللي كان واقع في هذاك العقار هو انه كان طلب ثلاثي، كانوا ثلاثة من الناس مجاورين واحد حدا واحد كيطلبوا التفويت ديال بقايا الطرق، واستجيب لطلب ولم يستجب لاثنين. هما اللي جبنا في الدورة للقطع مع الانتقائية ماشي لممارسة الانتقائية. أما فيما يرتبط بالأراضي الغير قابلة للبناء، فتنقول للسادة أعضاء المجلس والسيدات أعضاء المجلس، أنا اقترحت هذه النقطة على السادة أعضاء المكتب، والسادة أعضاء المكتب وافقوا عليها. جميع العقارات الغير قابلة للبناء هي للتفويت. هذا اختيار ديالنا، كنتحملوا فيه مسؤولية. يمكن المجلس السابق ما كانش عنده هذا الاختيار، رغم أن العدد ديال التفويتات اللي كان، سمحوا لي على هذه العبارة، نقول لكم كان بالقنطرة. هذا اختيار، المجلس قرر أنه جميع العقارات الغير قابلة للتفويت فهي للبيع، لأن المنطق هو أنه الاحتفاظ بها هو هدر للملاعب. الاحتفاظ بأجزاء ديال العقار فيها 30 متر و 60 متر و 50 متر و 200 متر غير قابلة للبناء هو هدر للمال العام. واللي غريب واللي كنستغرب ليه هو أنه المجلس ملي كتجي نقطة ديال النزع الملكية يصادق الجميع بالإجماع، وعندهم الحق لتحقيق منفعات عامة مزيان. إيوا باش نخلصو هاد الدورة اللي حنا فيها اليوم، هاد راه المجلس ملي كيلتئم كياخذ مقررات، المقررات عندها تكلفة. هاد الدورة هادي راه التكلفة ديالها 520 مليون ديال الدرهم. تكلفة المقررات اللي غتخاد إن شاء الله في هاد المجلس اللي صادق عليه راه هي 520 مليون ديال الدرهم. ما تيمكنش ناخذ مقررات من الملكية ونجيو نفوتوا واحد العقار اللي هو مهمل هادي سنين، وكيبقى دي بوان نوار وكيبقى دي شوت. كان واحد المقترح ديال احد الاخوان هو في ظاهره وجيه ولكن عمليا لا، قال ما يمكنش نفوتوا جميع الاراضي غير قابله للبناء، ربما البعض منا نديروها مناطق خضراء ولا شي حاجه. كاين واحد المثال اليوم راه معروض عليكم ان شاء الله بالصوت الا قبلتوه، 235 متر غير واحد الحساب، 235 متر غير قابله للبناء، اللجنه ديال التقييم حداتها في 13000 درهم تقريبا 4 مليون ديال الدرهم. إذا شنو عندنا؟ يمكن نفوتوا واحد العقار غير قابل للبناء 235 متر والقيمة ديالو 13000 درهم المتر، غندخلو فيه 4 مليون درهم، يمكن لا دير لنا قطار ديال ليسباس فيه، لأن اللي كيبنو كناخدوه عادة ب 400 درهم، دونك هادشي علاش ما كاينش هذا الاختيار. فيما يرتبط بالموضوع ديال الجلب ديال الممتلكات، أكرر ما قلت وتنوقع عليه وكنتحمل مسؤوليتي باش اللي تنقول، اللي دار عمل جبار يشكر عليه اللي دار، مهم جدا
لكن أن يوصف بأنه جرد للممتلكات تنعاه مكررة هذه إشاعة. واللي دار الكيين شارج اللي دار بها داك الشيء راه تيعرف هاد الشيء، لأنه بالمناسبة في الكيين شارج المهمة اللي كانت عند الشركة وهي تجميع الملفات من المقاطعات وفي حدود 3000 من، يعني الشركة إلى وصلت 3000 كتحبس لو روسونسمون واخا تكون الجماعة عندها 7000 من. هذا هو الكيين شارج اللي كاين. دونك اللي دار هذا الكيين شارج راه تيعرف هاد الشيء. فيما يرتبط بالتداول في النقاط الأخرى السيدة الرئيسة تفضلوا كذا. النقطة الأولى ديال اتفاقية القطار مع الشركات المعنية كما جاء في كلام ديال أحد المتدخلين أن ثلثيها هو قال كوبي بولي، ولكن هما تنزيل لمقتضيات قانونية، وهذه الاتفاقية ما جاتش لضبط الشركات، هذا موضوع أساسي. هذه الاتفاقية الغاية منها ضبط العلاقة مع الشركة ماشي ضبط الشركة، والفرق بين الاثنين شاسع. إذا كان شي واحد اليوم باقي قابل على أن شركة المياه المحلية ملي كتاخذ المارشي ما كنعاودش نشوفوها تتسالي، أو لا قابل أن شي حد يعزل هذوك لي بوطو ديال الضوء اللي كاين مثلا في عين ديالك، أو لا شي حد آخر يعزل النخل، هذاك شغال. حنا ما قابلناش. ثم أن هذا المشروع هذا ديال اتفاقية إطار هو تنزيل لتوصيات ديال المجلس الجهوي للحسابات. طموحنا حنا في ضبط العلاقة أكبر من هادشي بكثير، ولكن قلنا غنرميو واحد الحجرة في الماء نحركوها الضايا الواقفة ونكومونس، ومن بعد نشوفوا الأمور كيفاش غادي تطور. واللي كان تكلم بالمناسبة والتاريخ على ذلك شاهد، أول واحد تكلم على تغول الشركات هو عبد الربيع، أول واحد نبه إلى التغول هو عبد الربيع، وبقى الصحافة كاينة وبقى الجرائد كاينين وبقى هذا الشيء كاين وبقى الدلائل ديال باقي كاين إلى يومنا هذا في تجانس مع أنفسنا اللي كنا كنقولوا في المعارضة تنقولوا اليوم في الأغلبية. هذا هو الموضوع. المسألة الثانية التفاعل مع السلعة كاين في الأردن بعض التساؤلات. لا لا جي بوزوان دو طون باسكو راه بغيت كلام خطير يجاوب عليه. فيما يرتبط بالمسألة ديال الاستخراج ديال الملك العام إلى الملك الخاص قبل تفويته، مني كتصدر وثيقة ديال التنطيق وكتنطق أن مناطق قابلة للبناء إلى كوفيرت بار لي دوكيمون دورباليزم تستخرجوا تلقائيا. وبالمناسبة سبق المجلس الجماعة الدار البيضاء في تركيبته السابقة أن طلب الاستخراج تأشير على قرار الاستخراج وجا الجواب نقرأ لك. تجدر الإشارة في نفس الإطار إلى أن كل المقررات المماثلة المتعلقة بعملية الاستخراج من الملك الجماعي العام إلى الملك الخاص لقطع أرضية أخرجت تلقائيا بموجب تصميم تهيئة المنطقة لا تتطلب لاحقا استصدار قرار في شأنها لإخراجها. سؤال واضح هذه 2000 غادي كوفير بار فوندابلاج، هذا كوفير بار فوندابلاج والمعلومة بالنسبة اللي ما كيعرفهاش الدار البيضاء كلها كوفيرت بار لو بروغرام. فيما يرتبط بالتفويت بالتراضي، القانون راه موجود. انا اللي كنستغرب به هو ان هذا الشيء متاح زعما باين معروف بالفرنساوي تيقول لك يا با بلو سو كو سيلو كي نفو با اونتوند. الارتيكل 33 واضح الامكانيه ديال التفويت بالتراضي فيها 4 حالات، من بينها تفويت الاراضي الغير قابله للبناء للجوار. يمشي اللي بغى يطالع على قانون الاملاك العقاريه الارتيكل 33 واضح ما كاينش الا كان واحد. ولا بغيتي نفكرك بجراده وكان الدرجات في جدول الاعمال اللي تفوتيها الجراده هذوك كاين واحد اخر على اليمين نفكرك بها ونفكرك بالشارع الحسن الثاني اللي جوج الاراضي غير قابله للبناء فوتت فوتت اللوطين. هادشي اللي تدليت السي نصر الله. خليني نكمل انا ما قاطعتكش. الله يخليك السي نصر الله. خليني نكمل كنقول الكلام اللي بغيت. قلتي اللي بغيتي خليني نقول اللي بغيت. ما تنكذبش عليهم. ما تنكذبش. فوق القضية الكبيرة راه كتعاودها. خلاص أكبر كذاب هو أنت. أنت كتجيب الكذوب سنت حقيقة. هذا هو الخطأ. قرار المجلس السابق تفويض جوج ديال البقاع
دار المنافسه؟ جيبوا السابقة واحتفظتوا بها حتى في الرد نقطة 5-6-7 والنقطة اللي هي اليوم موضوع كيد رجل العام نقطة 16. النقطة الأولى بماذا يتعلق الأمر؟ بمقرر كان خداع المجلس ماشي السابق اللي خدي منه بمبادلة عقارية ما بين الجماعة واحد السيد الجماعة ديال الدار البيضاء غتعطيه واحد العقار وغتعطيه جزء من عقار آخر وفي المقابل هو غادي يعطينا واحد العقار وغادي يزيدنا تقريبا 100 مليون. هذا هو المقرر اللي كان في 2017 دارت الخبرة على أساس المبادرة وهذا الشيء اللي جاء في التقرير ديال الخبرة المبادرة وخرج للسوق اللي هو تقريبا 1 مليون ديال الدرهم. شاء الرحمن أنه اكتشفنا أن هذاك العقار اللي غادي يعطينا هذاك السيد في إطار المبادلة يعود إلينا بقوة القانون. السيد واخذ فيه رخصة وفي الرخصة مكتوب على هذاك الطرف أسيدي غراتويت مو على كومين. أسيدي غراتويت مو على كومين. أسيدي غراتويت لو بغيتي تا هي نعطيها للصحافة ما كاين مشكل. موجودة. موجودة دابا عطيتونا هي. على أيدي. اللي غريب وهو انه تم الاتصال بهذا السيد وقلنا له راه المقرر تلقى ما يمكنش ندير معك العمليه المبادله غادي ندير معك عمليه تفويت لتسويه الوضعيه لان بالمناسبه العقار مبني راه كاين الراجل قبل وقبل تفوت وقبل يزيد 47 مليون وبعض الاخوه ما رفضوا يعني كنا غناخذوا 100 مليون ولينا غناخذوا 147 هذا هو القرار.